مساء الخير ابو جورج. مساء النور. ابو جورج، احنا هلا في زمن الصوم الأربعين، نشكر رب طبعا، وجاء علينا فتره الجمعه الحزينه اللي هي الصلب والمراسيم الدفن والقيام على خير. وطبعا احنا هلا فتره الصيام هي فتره التوبه ورجوع للمسيح، رجوع للكنيسه بشكل عام. الفتره هذه في كثير ناس بما انه هي صائمه تصير تتقرب اكثر من القربان المقدس تقريبا كل احد، لانه في العاده الناس بتكون صايمه طول الاسبوع، او ممكن في ناس بيكونوا اول الصيام او اخر الصيام، لكن بشكل عام هي نسبه الناس اللي بتتقرب على القربان اكثر وبتصوم اكثر. فهل هو الصيام لوحده كافي للتوبه والتقرب لله؟ الصوم طبعا هو شيء ممتاز، ومارسوا المسيحيين وما قبل المسيحية، كنيسة العهد القديم اليهود مارسوا الصيام والأنبياء، ولكن الصيام وحده لا يكفي. ففي كثير ناس يعتقدوا بأنه الصيام يجعل جسده طاهر وبأنه بكون مستحق لجسد المسيح، لكن الصيام لوحده ما بجعل الإنسان مستحق لجسد المسيح، لازم يتوب أيضا. يعني الصوم هو تدريب الجسد على الامتناع عن بعض أنواع الطعام اللي الإنسان بيحبها بالشكل عام، وإخضاع الجسد للرقي بالروح، ولكن لازم يكون في توبة حقيقية. وأهم شيء لازم نعمله ما قبل سبت النور، خلينا نسميه قبل كل مناولة اللي هو سر الاعتراف. طب هل هو شايف انه ضروري، يعني لو ما اعترفتش هل هي مشكلة؟ خليني صايم بروح اتكرر، ضروري اعتراف؟ ضروري جدا ومشكلة، لأنه لما أنا أتناول جسد المسيح وأنا في متعلق في بعض الخطايا فأنا أكون غير مستحق، واللي بتناول جسد المسيح بغير استحقاق هو يجرم بحق جسد المسيح ودمه. طب هل سر الاعتراف، يعني في كثير ناس عندنا ما ياما ما سمعوش فيه، او بيعتبروه شيء جديد، يعني الناس صار جديد مثلا تحكي عن الاعتراف، هل في تاريخ لسر الاعتراف؟ هل مثلا المسيحيه الاوليه الاولين من اول ما نزل الروح القدس عليهم وتاسست الكنيسه هل كان في عندهم اعتراف مثلا؟ طبعا سر الاعتراف هو مش تأسيس حديث، ولا رجال الكنيسة اخترعوه مؤخرا، ولا حتى في القرون الوسطى ولا ما قبل ذلك. السر الاعتراف هو من تأسيس السيد المسيح نفسه، أسس سر الاعتراف وفي يوحنا 20-23 بعد قيامته من الموت، فأعطى الرسل الكرام الروح القدس، قال لهم خذوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم خطاياهم أمسكت. وهذا السر مارسوه المسيحيين الأوليين. في مرقس 1:5 بنشوف أنه كان تخرج إلى يوحنا المعمدان بلاد اليهودية كلها وجميع بلاد أورشليم، أهل أورشليم، فيعتمدون عن يده في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكذلك الأمر في متى 3:6، وفي أعمال الرسل ما بعد العنصرة أيضا، كان في أعمال الرسل 19:18 يقول الكتاب: وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. إذن السر الاعتراف كان يمارس من البداية وظل يمارس وإلى اليوم، ولو بطرق أخرى، لأنه كان زمان علنا يقول الإنسان خطيته بالعلن، ولكن صار بشكل آخر بأنه تكون هي بين الخاطي وبين الكاهن. طب السؤال هو اللي حتى كثير بتبادر ل فكر كثير من الناس، ممكن كل المؤمنين، انه هل ضروري يكون في كاهن؟ لو فرضا انا انسان مؤمن بصلي عدد من المرات في الاسبوع في الغرفة في البيت لحالي زي ما كان السيد المسيح، اغلق بابك بصلي بك السماوي،
لو اعترفت بيني وبين أبي السماوي بالخطايا تاعتي بدون الذهاب للكاهن الاعتراف من الكاهن وكل طقوس الاعتراف انه يصلى علي، هل بتشوف انه هذا شيء كافي؟ لا طبعا، الصلاة الفردية هي واجب ومطلوبة ولازم الإنسان يتواصل مع الله يوميا من خلال الصلاة ويطلب المغفرة، لكن هذا لا يلغي سر الاعتراف لأن هناك خطايا مميتة لا تلغى بهاي الطريقة. وأنا لما بقول إنه أنا اعترفت بيني وبين الله فهو لا يعد اعتراف، أنت اعترفت لمين؟ أنت تحاسب نفسك، كيف أنت تحاسب نفسك؟ يعني فهو ما اسمش اعتراف، كلمة اعتراف أي أني أعترف بخطاياي لشخص آخر موجود أمامي أي إنسان. وسر الاعتراف هو إرادة الله بأن تكون أمور منظورة حسية حتى نتواصل، يعني الإنسان يقبلها ويسمع الاعتراف بأذنه فتكون هذا، لأنه تعريف السر هو عمل منظور يتم من خلاله سر غير منظور اللي هو سر الغفران. فالالتقاء الكاهن هو ضروري بغض النظر عن الصلاة البيتية، الصلاة المنزلية واجبة ولازم الاستعداد وفحص الضمير ما قبل الاعتراف بعدين ثم ألتقي للكاهن اللي يعني تفضل ذلك، لأنه ما يكون فجأة وأنسى شو خطايا وأنسى شو بدي أقول وما أعرفش وتكون الأمور سريعة جدا، فالواحد بشعرش نفسه أنه اعترف بالشكل الصحيح، الواحد يفحص ضميره حتى أنه هو نفسه برضو ما يعيد هاي الخطايا، لأنه إذا ما فحص ضميره واعترف عن أكم خطية كان مسويها في ذاك النهار ممكن يكرر الخطايا السابقة وبالتالي بروح هدف من أهداف سر الاعتراف، لأنه سر الاعتراف هي رجوع لله وعدم عودة للخطية بقدر ما هو ممكن لطاقة هذا الإنسان. هلا ليش لازم الكاهن؟ ليش مش شخص آخر؟ فالكتاب المقدس بذكر بأنه الكاهن هو اللي أخذ سر المصالحة وخدمة المصالحة زي كورنثوس الثانية في عدد 5 الإصحاح 5 والعدد 18 وتابع اللي بيقول في بولس الرسول بأنه الله صالحنا بالمسيح وأعطانا خدمة المصالحة، وبيكمل قائلا بأنه نحن سفراء في سبيل المسيح. والسفير هو الشخص اللي بيمثل دولته، فإذا الكاهن هو يمثل دولته اللي هي دولة الملكوت السماوي. وزي ما ذكرنا في يوحنا 20:23 بأنه المسيح أعطى رسله الكرام هاي الخدمة وبشكل واضح وصريح، من ربطتم خطاياه تربط ومن غفرتم خطاياه تغفر. فالغفران هي بسموها الكهنة هي الهدية التي أعطاهم إياها في ما بعد قيامته من الموت. والصوم هو سر الرحمة الإلهية، لأنه آسف الاعتراف هو سر الرحمة الإلهية، لأنه الله رفض صلاة الفريسي اللي لأنه الفريسي رفض أنه يعترف بخطاياه، هي شخصية إنسان يرفض ويعتبر نفسه بأنه ليس بحاجة للاعتراف لأنه ليس كسائر الناس، هو أفضل منهم وأعلى منهم ولا يخطئ. لكن لزوم التوبة كالعشار اللي هو في نظر الناس خاطئ أكثر، لأنه إنسان مجرم وبيأخذ بالتعب المواطنين ويسلم هذا التعب للمحتل، ولكنه مع ذلك مفتوح له باب المغفرة الرحمة الإلهية وقبلت صلاته. أو نتشبه بتوبة الابن الضال، صار بعد هيك اسمه الابن الشاطر، كلنا صرنا نسميه الابن الشاطر لأنه حسبها صح، قال أنا أرجع إلى أبي. وتوبة زكى العشار أيضا، ولص اليمين اللي تاب في آخر لحظة والمسيح قبل توبته. فالاعتراف هو محكمة التوبة، وهاي المحكمة تنعش التواضع المسيحي، لأنه بيلزمك
إنك تعرض خطاياك على خيرك، فهي بتحفزك على التواضع وإنك تعرض خطاياك على شخص آخر ويعري الخطية من أزيائها ويكشفها على حقيقتها، وبالتالي إحنا بنسيطر على الخطية وننال الغفران بواسطة طبعاً المسيح الذي يغفر، ونسمع هذا بفم الكاهن، لأنه الله هو العامل فينا ويعمل برجاله وبخدامه. ذكرتني هذه الحادثة في حوار دار بيني وأحد رهبان دير مصابة، وكان الكلام أنه هل نحتاج إلى كاهن، مش فقط للاعتراف بل لكل الشعائر الدينية اللي هي الزواج، المعمودية، كل الأمور. وكان سألني هو مثل، أعطاني مثل بصيغة سؤال أنه إذا كنا مثلا محتاجش كاهن عشان القيام بالأسرار الكنسية، ليش ما الناس مثلا تجيب الأيقونة تاعت السيد المسيح له المجد وتسألوا كله يجوزهم مثلا؟ يعني كيف بده يصير؟ حتى الناس اللي بتأمنش انه لازم يكون كاهن تعتاز اللي بيكون هو راعي او شو ما بيكون مسمى تبعه بناء على المجموعة اللي بتسميه، وهو بيقوم في المراسيم تاعت الزواج او الاخ. اكيد مش اي شخص، فهو عمليا لا يمكن الاستغناء عن الكهنوت، لانه احنا بنحتاج شخص نشوفه ونحسه بطريقه منظوره اللي هو يكون يمثل المسيح في العطايا الروحيه تبعته. ولكن السؤال اللي بيجي بعد هذا هو، في العاده حتى لو مثلا انسان مقتنع انه هو لازم يروح يعترف في الخطايا تبعته، كيف بده يصير الاعتراف؟ في ناس بتحس انه هي في عندها مشكله انه هي خجلانه من نفسها نوعا ما. طبعا احنا بنحتاج للندم عشان تغفر خطايا يوم الاعتراف، لكن كيف بدي اعترف؟ هل الكاهن مثلا مستعد ان هو يتقبل كل الخطايا تاعتي بالتفصيل، او هل الكاهن هل فيش عنده مشكله انه احكي له اياها مثلا بسرعه او بمختصر، او كيف التفاصيل مش مهمه في الخطايا؟ اني اسرد خطاياي هي كاني اشكي همي او اشكي نفسي لهذا الكاهن واكشف له خطاياي، لأنه الكاهن يعد طبيب، زي ما أنا بروح على طبيب وبقول له عن مرض أنا مصاب فيه. مرات بيكون المرض مخجل أو أحياناً في مناطق مخجلة أنا بستحي أحكيها، إلا إذا أنا رحت على طبيب واستحيت أحكيها فأنا لم أشفى، مش راح الطبيب يعطيني الدواء الصحيح. وطبعاً بالروح القدس وبإرشادات الكاهن راح يعطيك الطريقة تتخلص من هاي الخطية أو الخطايا، لأنه مرات خطايا بتكون مستعبدة للإنسان، زي ما قال المسيح لما سألوا اليهود إحنا مش عبيد إحنا أحرار، قال لهم الإنسان الخاطئ هو عبد للخطية، فالخطية بتستعبدنا وبتحاول دائما تستعبدنا، وكل ما نفلت منها بتحاول دائما تطارد ورانا، لكن الروح القدس المعزي هو يعطينا التعزية وقوة على الانتصار على هاي الخطية. لكن بدون ممارسة الصوم والاعتراف تصعب علينا ذلك. الله أعطانا الطريقة كيف نتخلص منها. أما بالنسبة للخطايا فيها بكل بساطة أتكلم عن الخطايا، مش ضروري أقول في التاريخ الفلاني في اليوم الفلاني قمت بالخطيئة الفلانية، لا، أقول خطاياي بشكل بسيط. مثلا أنا كنت أهنت بعض الناس، تسببت في عثرة بعض الناس، كنت بحضر أفلام إباحية على سبيل المثال، زنيت في النظر، أشياء كثيرة ممكن احتكرت، شتمت، بكره إنسان مش قادر أحبه. هاي مشكلة في كثير عن الناس، إنه مرات بكره الشخص بس لمجرد شكله، بيعجبني شكله فبكره، وهذا مش المسيح. لازم يكون صورة المسيح في كل إنسان، كل إنسان بشوفه أقول هذا هو المسيح، لأنه المسيح قال بتشوفوني في الإنسان العطشان، في الإنسان الجوعان، العريان، الأسير، وكل ما إلى ذلك. فهي هي المحكمة اللي راح يدين البشرية عليها. ولكن مرات الإنسان مش معالج من هاي الخطية المستعبدة،
اللي هي الغضب الكره. فالحقد هو مرض، فالكاهن يعالجك من هذا المرض. فالموضوع مش موضوع اني انا يكون بشكل مخجل، لاني اذا انا استحيت مشكلة، انا لم اتعالج. فيشوع بن سيراخ بيقول في صحاح 4:26 لا تستحي ان تكر بخطاياك او تعترف بخطاياك. اوكي، لكن هلا لفرضا انه الانسان زي ما حكينا حابب يعترف، عارف كيف بده يعترف، ولكن بظل في التخوف الاخير انه احنا مش عايشين لحالنا في جزيرة، احنا في مجتمع. كيف شو بده يصير مثلا اذا لو الكاهن باي طريقة زلت لسانه وحكى اشي له علاقة فيه الناس صار تعرف اي خطية من الخطايا تبعتي؟ هذا بيصير مشكلة لي او بتسبب لي احراج في المجتمع اللي انا عايش فيه، مظبوط؟ هذا الاشي مش ممكن يحصل، مش ممكن. فبيكون الكاهن يعني زي حالف يمين انه ما يكر بخطيئة انسان، ما يقول فلان اليوم اعترف لي بكذا وكذا وغيره، هذا شيء مستحيل مش ممكن. وحتى لدرجة انه اذا الكاهن قال شيء زي هذا يمكن انه الكنيسة تحاكمه وتكون بمحاسبته على هذا العمل بشكل راح يكون شديد شديد. ولكن ما عمرهاش حصلت، يعني لم عمرناش سمعنا بانه كاهن اكر بخطايا انسان. حتى في الولايات المتحدة بحاول الحكومة الامريكية بانها تضغط على الكهنة بانهم يستدرجوا المجرمين حتى يتوبوا يعترفوا. هلا بتحاول الكنيسة طبعا تستدرج المجرمين بين يعترفوا في خطاياهم ويتوبوا ويقدموا توبة، والكاهن بعطيه الإرشادات كيف يتخلص ويعوض كل ما خسروا. فبتحاول الحكومة تضغط على الكاهن بأنه يقولهم شو اعترف هذا الشخص، ولكن كان يرفض. وفي بعض الأحيان كان يسجن هذا الكاهن لأنه رفض أنه يقول خطية هذا الشخص وما يقولها. طب يعني بالنسبة لي صار الوضع مفهوم، ولكن إذا في مجال تعطيني لو ملخص صغير بالتحديد لدور الكاهن في سر الاعتراف بناء على ما سبق. طبعاً الكاهن ولو هو اللي بيقول إنه تغفر خطاياك وبعطيك الحلية بسموها، ولكن مش هو اللي غفر خطيتك، الرب هو اللي بغفر الخطايا. الكاهن هو عبارة عن القناة، يعني نشبه أنا بدي أوصل مية لمنطقة فلانية فبوصلها يمكن من خلال ماسورة، ولكن هو هاي القناة فقط لا أكثر ولا أقل. هو إنسان خاطي زيي، وهو أيضا بيحتاج لطبيب يعالجه، لأن الطبيب أيضا بيحتاج لطبيب آخر. هو مش يعني إنسان طاهر، ولأنه في كهنة تخطئ، فلما بشوف كاهن يخطئ ما أعثر، هذا لا يعثرني لأنه هو إنسان زي زيه. ولكن هو عنده هاي الخدمة، خدمة المصالحة، هذا هو دوره. زي الشرطي، الشرطي يخطئ وبخالف القانون أحيانا كثيرة، ولكنه عمله هو بأنه يحاسب اللي بيخالف قانون السير، يعطي يحرر له مخالفة أو أي شيء آخر. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله في فترة الصيام هذا نقدر نعمل كمان فيديوهات عن بالنسبة للحياة الروحية في فترة الصيام معك. وشكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. العفو، شكرا لكم. الحين أنا بروح بحط، بس لو انك طلبت خاتمة بقدر تضيف خاتمة؟ بقدر اقطعها، هو يعني اخر اشي انا حكيته بكيمه وبطلب انه شو بتقدر تضيف خاتمة، لانه خلص مكسامش يعني هي هذه بس نسينا نقولها.
لا هذا لازم اعترف بخطأ امين. اذا في وعد بمغفره الخطايا مش مجرد انا بسوي تمثيليه وبطلع. نعم. والكتاب طيب وعدني بهاي المغفره. اوكي. طب انت هلا بتسجل له؟ هلا لا بسجل بس خلينا انا بحط زي نوع من الترانزيشن انتقل من شيء لشيء. ابو جورج بالنهايه بعد شرحك الكافي والوافي في مجال تعطينا لو خاتمه لكل اللي حكيناه او شيء تختم فيه الحديث؟ طبعا انا بشجع كل انسان انه يكون بهذا السر حتى يكتمل ويكون مبرر امام الله ويحسب انه يواجه الديان في اي وقت من اوقات حياته بانه يكون طاهر وجاهز ومستعد دائما ودائما كالعبد الساهر اللي يسهر دائما وجاهز دائما حتى متى يعود سيده يجده على عمله. فهذا السر يجعلنا مؤهلين لهذا العمل لهذا الاستعداد والإنسان بشعر براحة حتى نفسيا. الأطباء النفسيين بيلاحظوا بأنه المشاكل النفسية موجودة أكثر عند الكنائس التي لا تمارس هذا السر، أنه بظل الإنسان مكبوت، بظل الإنسان شاعر بالذنب وبتأنيب الضمير ومش مقتنع. يعني هل أنا اعترفت بيني وبين حالي في غرفتي؟ هل هذا يعني أعطاني الأوكي أني أنا خلاص هل غفرت خطاياي؟ لا، الله أعطى وسيلة وهي كرسي الاعتراف حتى أنا أتخلص من هاي الخطايا وأسمع في ذاني هذا الاعتراف. والله وعدنا بأنه بعد هذا العمل وعد صريح بأنه راح يغفر خطايانا. في يوحنا الأولى الإصحاح الأول عدد 9 بيقول إذا اعترفنا بخطايانا فإن الله أمين بار يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من كل إثم، مش نص ولا جزء، كل إثم. وهذا وعد الله والله صادق. أمين صادق. ووعده عمره ما بخلف وعده، ليس إنسان أمين ليخطئ ويندم.